تمت ورشة العمل التي أقيمت بمركز تدريب صحة المرأة التابع لمديرية الصحة بسوهاج أعمالها حول مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، والذي تنفذه إحدى الهيئات الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد الوطن والتي تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الفتاح الدقيشي. على مدار 3 أيام متتالية اختتمت فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، والذي تنفذه إحدى الهيئات الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، متمثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان. ورشة العمل دي طبعا من قطاع السكان بوزارة الصحة، بناء على توجيهات معالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واهتمام القيادات السياسية بالتنمية المستدامة للأمة المصرية. هدف الورشة دي بالنسبة لاجتماعات مع السادة مدير الإدارات الصحية والسادة مدير المستشفيات والسادة رؤساء أقسام النساء والتوليد بتلك المستشفيات، لاستبيان ما تم تنفيذه من مبادرة تركيب اللولب بعد عمليات القيصرية والإجهاض لا قدر الله، والهدف منها هو التنميه المستدامه للمراه زي ما اتفقنا في الاول، بحيث بيكون في تباعد ما بين الحمل والاخر على الاقل من 3 سنوات إلى 4 سنوات. دي هدفنا للحفاظ على صحه الام والحفاظ على صحه الطفل، انه يعيش بصحه وسلامه، ونقلل المضاعفات اللي هي بتحصل من نتيجه تكرار عمليات القيصريه اللي موجوده، وبالنسبه للنزيف وبالنسبه لمشاكل المراه اللي قد تعرضها الى هشاشه العظام والصحه بتدني صحتها ونشاطها في نتيجة تكرار الحمل وتكرار عمليات القيصرية. وهدف الورشة برضو حضرتك ليها هنا الحفاظ على زيادة معدل الولادات الطبيعية. بنقول دايما السيدات البكريات احرصي انك انت تولدي طبيعي وتحسي بالطلق وتحسي بحنان طفلك وانه يضم الى صدرك خلال الفترة الاولانية، وبنقلل القيصريات بقدر المستطاع. ما ينفعش اقول للطبيب ولدني قيصري عشان قريبتي كانت ولد قيصري عشان ما احسش بالالم والكلام ده. الم الولادة ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى لزيادة المحبة. الورشة اكدت على اهمية ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لمعالجة القضية السكانية. الحقيقة احنا جينا سوهاج عشان بنعمل ورشة عمل لمدة 3 أيام مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، ومع أخصائيين النساء والولادة ومديرين المستشفيات وأخصائيين النساء، علشان برنامج هام جدا بالنسبة لنا، وهو برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة. الحقيقة البرنامج ده هام جدا، لأنه من تبعياته هيقلل معدل الولادات القيصرية في مصر، اللي هي بقت أصبحت من المعدلات العالية جدا جدا على مستوى العالم، وده ضد صحة المرأة وضد صحة أطفالها. الحقيقة المباعدة بين الولادات، ومهم جدا أن أنا ألحق السيدة ما بعد الولادة مباشرة، لأنه دايما المشكلة بتقع أن السيدة بتبقى مش عارفة إمتى تستخدم الوسيلة قبل ما يحدث حمل جديد. من ضمن البرامج والأنشطة بتاعتنا هو كمان تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، اللي هو بالتالي هيقلل معدلات القيصرية فيما بعد، لأن لو حصل حمل خلال 12 شهر من الولادة القيصرية ده معناها أنه قيصرية جديدة، وبالتالي أنا كده بقلل معدلات القيصرية. مهم قوي قوي تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، لأن المباعدة بين الولادات من 3 لـ5 سنين بيساهم في تقليل وفيات الأمهات بنسبة 30%، وبيساهم في تقليل معدلات وفيات الأطفال بنسبة 10%. مهم قوي المباعدة لصحة الأم لاستعدادها ما بين حمل ورضاعة، عشان تستعد المولود جديد لازم تكون استردت صحتها، كونت مخزون جديد من الغذاء في جسمها، بالإضافة لأنه المباعدة دي مهمة للطفل الحالي عشان ياخد حقه في الرضاعة وحقه في الاهتمام والرعاية، كمان المولود الجاي من حقه أن أمه تكون مستعدة ليه عشان ينزل طفل سليم ومعافى. هذا وأكدت الورشة أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة. من داخل محافظة سوهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.